الطيران المروح يقصف مدينة كفر زيتا بالبراميل المتفجرة. برميلين دفعة واحدة على مدينة كفر زيتا. برميلين دفعة واحدة من طائرة مروحية على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي. والدخان يتصاعد. 1/11/2014. برميلين متفجرين دفعة واحدة من طائرة مروحية على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي. والدخان يتصاعد. 1/11/2014. ولا تزال الطائرة المروحية في الأجواء.